معانا على التليفون دكتور ايمن الشبيني، استاذ علم الفيروسات بجامعه زويل. برحب بحضرتك معانا يا دكتور ايمن. مساء الخير يا استاذ لبنى، يا مساء كل سنه النور. وحضرتك طيب. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا، مشرفنا. دكتور ايمن، دايما بنستعين بخبره حضرتك طبعا اول ما بنسمع عن فيروس جديد جود فايه جدر القرود ده كمان يا دكتور ايمن؟ والله يعني بدايه انا مش عايز الناس تقلق بشكل كبير، لانه نوع من انواع الفيروسات انتشر، موجود من فتره طويله وممكن يتنقل من الحيوانات، وهو متواجد في افريقيا بشكل ما. يعني بيتنقل من القرود للانسان عشان كده جه اسمه، ولا ملهاش علاقه ولا ايه؟ هو طبعا الجدري انواع كثيره جدا وانتشرت بشكل كبير جدا، وده كان من انواع الجدري اللي ممكن يسيب القرود وفئران وسناجب، وممكن ينتقل منهم بشكل كبير للانسان، لكن هو اساسي كان موجود في القرود، وزي ما حضرتك قلت وده سبب تسميته بهذا الاسم، ولكن خطوره انتشاره محدوده جدا وفرص انتشاره قليله، وبتظهر في اعداد قليله من الناس نتيجه الاحتكاك المباشر او التعرض المباشر للحيوانات او لاشخاص تم اصابتهم به من شخص لشخص اخر. بس ادينا سامعين بريطانيا وامريكا، وامريكا بيقولوا بيتعاقبوا اكتر من 200 حاله يعني ممكن احتماليه اصابتهم، فمعلش مساله العدوى، ما برضو حضرتك بتقولي هو كان موجود من زمان، معلش احنا برضو ايه يعني خلاص حفظنا، هو مش بيطور نفسه وبيجدد نفسه؟ يعني ممكن يكون كان موجود بشكل معين ودلوقتي لا قدر الله ممكن يكون اكثر شراسه ولا ايه؟ لا مش لدرجه طبعا، فرصه التحورات موجوده، لكن ده يعني الفيروس ده موجود من السبعينات اساسا وظهر، وامريكا نفسها حصل فيها عدوى في الالفينات، في بدايه الالفينات 2003 على ما اتذكر، ولكن العدد اللي تم اصابته فيه كانت محدوده، وبعد كده ظهر في نيجيريا بالاضافه للدول افريقيا اللي ظهرت فيها من الاساس من البدايه منذ اكتشافه. فالتحور زي ما قلنا لحضرتك محدود، ولكن مش كل الفيروسات بتتحور زي كورونا. يعني هو الحمد لله في فيروسات بتبقى عندها ثبات نسبي مقارنه بفيروسات اخرى. تمام. هذا الفيروس متواجد وممكن ينتقل لكن معنى ظهوره بصوره جديده والاعلام اظهرها في الوقت الحالي ده ما فيش داعي للقلق. طيب. طالما لم ينتشر واعراضه يعني الدنيا برضو يعني لا يؤدي الى الوفاه لا قدر الله، ولا اعراضه لا ايه؟ لا 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 ما فيش طبعا الوفاه في اي اصابه ميكروبيه مرتبط بحالات كثيره جدا زي ما حصل في كورونا بحاله الشخص نفسه، لكن هو جدري بيظهر على الجلد في صورته الطبيعيه، ولكن مختلف عن الجدري المائي وخلافه بانه عدوى فيروسيه قد على فكره لم يتم تطوير له علاج بشكل كبير. لسه كنت ليه لقاح او تطعيم ولا لا؟ هو كان ما فيش علاج له، ولكن هم كانوا طبعا وجود اللقاحات يعني في لقاح للجدري المائي بشكل ما بيساعد في منع الاصابه به بشكل ما، لكن هو لم يتم تطوير لقاح له هو لهذا النوع من الجدري، ولكن اللقاح الجدري المائي اثبت ان هو يقدر يحد من انتشاره بشكل كبير جدا. وزي ما قلت لحضرتك القلق غير مرغوب فيه او غير محل نقاش في هذا الوقت، لان العدد ده بيبقى محدود جدا ولا يؤدي الى كوارث في او تاثير على حياه الناس بشكل كبير، فان شاء الله يعني تكون حاجات محدوده زي ما حضرتك قلت وعدد محدود وليس له اي تاثير ان شاء الله. طيب. على اي طيب يبقى نطمن بالنسبه لموضوع جدري الفيروس ده، لكن يعني برضو تقدير حضرتك لحجم الطمانينه المبالغ فيها بالنسبه لفيروس كورونا، وهل انتهت الخطوره للابد ولا لا؟ والله انا يمكن كنت في لقاء مع حضرتك من ضمن السيناريوهات المتوقعه، واللي الحمد لله يعني بنسبه كبيره حصلت في الوقت الحالي، هو ضعف فيروس كورونا بشكل ما، مما يؤدي لو تتذكري كنا بنتكلم على ان ده هيكون وسيله من لتحقيق مناعه القطيع بانه يصيب عدد كبير جدا من الناس مع وجود اعراض محدوده، واعتقد هذا نجح الى بشكل كبير جدا على مستوى العالم، ولكن في كل ما زالت منظمة الصحة العالمية بتحس الناس خوفا من أي تغيرات في الطفرات في وقت ما، ولكن إن شاء الله إن شاء الله لن يحدث ذلك، وستظل الوضع كما هو إن شاء الله. يعني ده طب هل ده معناه، وده السؤال الأهم، لأن يعني خلاص ننسى الموضوع نتعامل بشكل طبيعي، لسه بقول السلام الحميم والكلام ده كله، ولا الاحتياط واجب؟ لا الاحتياط واجب دائما وابدا، لان الفيروس لم يندثر او ينقرض
او ينعدم وجوده في الوقت الحالي، وموجود بصوره ضعيفه بنسبه اصابات ضعيفه نتيجه لان الحمد لله نسبه كبيره جدا. وزي ما حضرتك قلت معلش انا بقطعك، وعلى حسب الشخص اللي قدر له يصاب بالفيروس، يعني لو بالزبط. لو كان حالته الصحيه او وضعه او مناعته فممكن يبقى فيه مضاعفات طبعا، وده اللي ظهر في انحصار عدد الاصابات وعدد الوفيات في الوقت الحالي. ولكن زي ما قلت حضرتك وبنحس دايما ومنظمه الصحه العالميه بتحس ان لابد من اخذ الحيطه دائما والترقب لاي حدوث عدوى او الاختلاط باشخاص قد يكونوا حاملين للفيروس لا قدر الله لتجنب الاصابه دي. ان شاء الله رب خير باذن الله. شكرا جزيلا دكتور ايمن الشبيني استاذ علم الفيروسات بجامعه زويل، بشكرك يا فندم.